الشعور اللي حطيتني فيه جدا صعب صح؟ حسيت حالك منتصر حاليا، حسيت حالك انه انت شخص انتصرت علي وكسرتني صح؟ اي والله كسرتني، بس ما دامت، ما طولت معي الكسر. عيني تمام، بحب ابشرك اني صرت تمام، بحب ابشرك اني انتبهت على حالي، بحب أبشرك إنه بلشت أنساك، بحب أبشرك إنه أنت شخص أصبحت ذكرى من ذكريات الماضي. وإذا إجيت على طارية أو على بالي بحس بقرف واشمئزاز، لأنه أنت محيت العشم اللي بيننا ومسحت كل إشي حلو وبشع كان بيننا. وعلى فكرة أنا لا بكرهك ولا بحبك، لأن لو بكرهك معناته أنا مهتم فيك،